تتميز لترتقي. التميز تعتبر رحلة مستمرة في الحياة، سواء كانت في العمل أو كانت حتى على مستوى الحياة الشخصية. التميز هو عبارة عن شيء يجري في عروق الموظفين في حكومة أبوظبي حاليا. التميز يعني الكثير لأي موظف، أن يعطي دافع للعمل، للإنجاز، للإبداع في شتى المجالات، خاصة المجال اللي هو متخصص فيه. التميز كلمة كبيرة، الجميع يتمنى أن يصل إليها، وهو عمل الإنسان يظل بحاجة إلى أن يتميز، تميز أكثر فأكثر. التميز أمنية أو حلم أن الواحد يسعى إلى تحقيقه. التميز هو تفرد في تقديم خدمة تعتبر إنجاز بنسبة على مستوى الجهة العمل ومستوى الدولة. هذا التميز عبارة عن رد جميل لهذه الدولة، للقيادة الرشيدة، لأن نحن مهما عملنا وبذلنا من مجهود ما راح الرد عرفان دولة الإمارات لنا. بنتي اللي فازت وهي الدكتورة، فوزها طبعا فوز لي أنا ولدولة الإمارات العربية. هذه الجائزة احنا نعتبرها من أكبر الجوائز اللي حصلت عليها، لأن هي تعبر عن محليتها وواقعها الحالي. طبعا شعور ما يوصف، وهذا طبعا هذا الشيء من فضل الله طبعا، والدعم اللي نحصله من سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيدي الشيخ سيف بن زايد. حكومتنا وشيوخنا يستاهلون، يعني يستاهلون أن الإنسان المواطن يجد ويجتهد ويعني يعطي أكثر مما يأخذ. تميز لترتقي.